لما نقول فئة الاس في بسيارات نيسان فبطبيعة الحال نتكلم عن فئة النص فل. نيسان التيما 2023 الشكل الجديد. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة بترومين وكيل سيارات نيسان بالمملكة، نستعرض مع بعض الشكل الجديد من نيسان التيما 2023، أكيد حصلت على تحديثات أو فيس ليفت. طبعا قبل ما نبدأ هذه التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. للمعلومية غطينا كل الفئات بالفيديوهات اللي قبل. طبعا هذه فئة الفول كامل، تكلمنا عن تفاصيلها بشكل سريع، وتكلمنا عن تفاصيل هذه فئة الاس ار الفئة الرياضية، والحين بنشوف مع بعض فئة النص فل. طبعا فئة النص فل بالنسبة لتفاصيله ومواصفاته تعتبر اكيد اقل من فئة الفل كامل، لكن اعلى من فئة الاس ار الفئة الرياضية، فتجي بسعر 127,000 ريال. وهذه تفاصيلها بشكل كامل، اللي حاب يصور الشاشة. طبعا بالنسبة لفئة الفول كامل تقريبا نتكلم عن 147، فرق تقريبا 20,000 ريال. نلقي نظرة سريعة وباكم تصورون الشاشة على المواصفات. وهنا تفاصيلها، المعذرة 143، فبنتكلم عن فرق تقريبا حول 18,000 أو 17,000 ريال، وهذه تفاصيلها اللي حاب يصور الشاشة. نجي نتكلم عن الإمكانيات والمواصفات والإضافات الجديدة. طبعا بالنسبة لفئة النص فل، فأول حاجة نشغل الإضاءات ونشوفها مع بعض. طبعا الإضاءات صارت بتصميم ولا أجمل، العالي والواطي كله LED مثل ما أنتم لاحظين. هنا اللون الأزرق طبعا لون جديد وجذاب ورايق، رايكم باللون هذا؟ في الصباح لون سماوي وبالمساء لون الفضي، يعني اسمنتي على لون جميل ورايق من نيسان ما شاء الله. هنا الإضاءات مثل ما أنتم لاحظين، العالي والواطي كله LED مع خاصية الليد النهاري، الشبكة الأمامي جاي بشكل كامل باللون الأسود متوسط، وأكيد شعار نيسان بالإضافة لتطعيمات كروم موجودة أكيد في الواجهة الأمامية أسفل الشمعات. الشمعات طبعا جات باللون الأسود بشكل كامل مثل ما أنتم لاحظين، اللون الرمادي ولا أجمل. طبعا لون جميل جميل جدا، بس الملفت أكثر اللون هذا، اللون ما ادري وش اسميه، اسمنتي على ازرق ما شاء الله، لون جميل وجذاب. طبعا هنا الجزء الجانبي، مقاس الجنط اكيد 19 انش، اشارات بالمرايات، دخول ذكي اكيد، المقابض عليها تطعيمات كروم وفيها فتحة بالسقف. وهنا الجزء الخلفي، شعار الفئة او النسخة اس في، ديفيوزر بالخلف وفتحتين للعادم. طبعا هنا جاي كأنه فيه كت رياضي او الجناح خلفي. وهذه تفاصيلها بشكل كامل بالنسبة للجزء الخارجي. طبعا من ضمن التحديثات، التحديثات حصلت في الواجهة الامامية بشكل كامل وتكلمنا عنها. هذه الاضاءات مثل ما انتم لاحظين بشكل جميل. نجي نتكلم عن باقي التفاصيل والتجهيزات الداخلية. قبل ما نتكلم عن التجهيزات الداخلية بالنسبة للمحرك، طبعا للمعلومية بالسابق كانت تنزل عليها عدة خيارات، لكن بالموديل الأخير طبعا نفس المحرك سواء على النسخة الرياضية أو باقي الفئات. طبعا هذه الفئات اللي أتكلمت عنها الحين كل الفئات اللي هي موجودة بصالة العرض، فئة واحدة ما شفتها، فئة الاس أو الفئة الستاندر. اليوم من يوم منها نزلت للحين ما شفت فئة الستاندر، لكن بإذن الله بالأيام الجاية إذا نزلت راح أصورها لكم بشكل كامل. طبعا كل المحركات نفس الأرقام موجودة عليها حتى استهلاك الوقود، فخلونا نشوف مع بعض تقييم استهلاك الوقود ونشوف القلب النابض. القلب النابض محرك 4 اسطوانات 2500 سي سي، الأحصنة فيها 188 حصان العزم، نتكلم عن 244 نيوتن، مرتبط بناقل حركة CVT. على وزن السيارة، على إمكانيات السيارة وأرقام القلب النابض، ناخذ استهلاك وقود
16 كيلو فاصلة 8، التقييم ممتاز، بنزين 91، دفع أمامي، ناقل حركة مثل ما ذكرنا CVT، محرك 2500 سي سي جر أمامي. طبعا فيها بطانة داخلية أكيد بتقلل الأصوات اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من أنواع العزل، فشيء مناسب وجميل. حتى ما شاء الله هنا لما تفتح الجزء بشكل كامل مرتب، نظام ABS، الدينامو، البطاريات، ما شاء الله التصميم جميل وترتيب أجمل ما شاء الله المكيف. فهذه الحين ننتقل للمقصورة الداخلية ونشوف مع بعض باقي التجهيزات اللي موجودة عليها. إيش الاختلافات ما بين هذه الفئة وفئة الفل كامل بالنسبة للتجهيزات الخارجية؟ عندنا فئة الفل كامل فيها أنظمة استشعار بشكل كامل في الواجهة الأمامية بالإضافة للكاميرات المحيطية اللي موجودة عليها. أما هذه الفئة فمثل ما أنتم ملاحظين وفئة الفل كامل أنظمة استشعار بمعنى أصح وكاميرات محيطية، هذه هي الاختلافات. ونشوف الحين الجزء الداخلي. وهنا في البداية الجزء الداخلي، أول حاجة تلاحظون التكاية بالوسط مراتب أكيد مخمل، بالإضافة لمثبت لمطبخ الأطفال أو الأيزوفيكس، فتحات تكييف بالخلف ومنفذ USB وتايب سي، وهنا بيانو بلاك أكيد، مقابض داخلية بلاستيك، وهنا مساحة تخزين بالأسفل. تفضل تفضل يا غالي، حياك يا هلا، لا تفضل تفضل. وهنا اول حاجة تلاحظون بهذا الجزء طبعا المراتب فيها ارباقات، المراتب فيها ارباقات، وهذه بشكل كامل بالنسبة للجزء الداخلي. كاخر سيارة وصلت طبعا بالموديل فوصلت بعد فترة من منافساتها، لكن ما شاء الله نزلت في رمضان طبعا، هنا بشكل كامل فورمايكا، ارباقات موجودة عليها، تحكم يدوي بالنسبة لمرتبة السائق أو المعذر بالنسبة لمرتبة الراكب يدوي بشكل كامل. وش الاختلافات الداخلية؟ ما نتكلم عن كل الاختلافات، نتكلم عن بعض الاختلافات ما بينه وبين فئة الفل كامل. الاختلافات اللي هي أول حاجة فئة الفل كامل مراتب جلد بشكل كامل، التحكم بالسائق والراكب كله كهربائي، بالإضافة لي ما شاء الله طبعا فئة الفل كامل تقريبا بيانو بلاك، هنا فورمايكا طبعا من دون سابق انذار، نقزنا على فئة الفل كامل نشوفها مع بعض. طبعا حتى هنا فورمايكا، هذه فئة الفل كامل، ففيها ذاكرة تخزين لوضعيات المرتبة بالنسبة للمرتبة جلد، طبعا السائق والراكب كله كهربائي بالنسبة للمراتب. اشوف هذه هي الاختلافات ما بين السيارتين طبعا، ولا السيارتين كلها فيها تنبيه تصادم امامي، بالاضافه او فيها الرادار السيارتين طبعا بالنسبه لفئه الستاندر وفئه الفل كامل. طبعا ما غير الكاميرات المحيطيه والمراتب جلد وذاكره حفظ وضعيات المرتبه، هذه الاختلافات اللي انا بشوفها ما بين الفئتين. وفي الأخير جينا لناحية السائق الأمامي، هنا النوافذ كلها كهربائية، أوتو للسائق والراكب الأمامي، بالنسبة للمرايات طيها كهربائي، مقابض داخلية كروم، التحكم بالمرتبة كهربائي بالنسبة للسائق، أما الراكب فيدوي، مراتب مخمل، فتح الشنطة الخلفية، وهذه هي بشكل كامل. نسمع في البداية صوت البوري، ما شاء الله نفس الصوت القديم، طبعا ما في خلف الدركسون قرف 1، بالإضافة لي الرادار موجود، تنبيه التصادم الأمامي، أوامر صوتية، ومثبت السرعة، الدركسون مكسب الجلد، نفس الشاشة اللي موجودة بفئة الفل كامل، هنا حاملة أكواب، بريك إلكتروني، أوتو هولد، ناقل حركة CVT، المناخ منفصل ما بين السائق والراكب، طبعا مثل ما أنتم ملاحظين، وهنا فورمايكا بشكل كامل. فرق السعر طيب حول 17 و 18 ألف، ليش؟ ما أشوف فيه اختلافات كثيرة. كاميرات محيطية، كاميرات محيطية، حتى المقابض الداخلية نفسها كلها كروم، هنا مراتب جلد وهنا مخمل، طبعا هنا مخمل بالنسبة للسائق أو الراكب يدوي، فما أشوف اختلافات كثيرة، لكن فرق السعر فرق كبير. كلها فيها فتحة بالسيف، كلها فيها أنظمة استشعار بشكل كامل و أنظمة الترفيه. في النهاية أشوف فرق السعر
جدا كبير ما بين الفئتين، اللي انصح انه ياخذ فئة النص فل، يوفر تقريبا حول من 18 الى 17 الف ريال او الاكثر، المعذرة، تقريبا من 16 الى 15 الف ريال، فافضل اختلافات بسيطة. اغلب الناس ما يحتاجون الكاميرات المحيطية ولا يحتاجون اللي هو المراتب تكون جلد بالنسبة للسائق والراكب. في النهاية اتمنى التغطية نالت اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية. وهنا طبعا مثل ما انتم ملاحظين نقطة العمية، وفي امان الله. سؤال بعيد عن الفيديو، ايش اجمل لون من الالوان اللي صورناها بالصالة؟ الابيض، اللون الفضي اللي هو شوي يعطيك ازرق شوي يعطيك فضي، او اللون الرمادي. الوان كلها جميلة طبعا. في النهاية طبعا ذكرنا كل المحركات طبعا نفسها، سواء النسخة الرياضية او النسخة العادية، سواء فئة الفول كامل او فئة الستاندر او فئة النص فول، كلها بنفس المحركات. الاختلافات في المميزات وانظمة الاستشعار بالسيارة، كاميرات محيطية، مراتب جلد، تحكم كهربائي وزي كذا. فالخيار في الاول والاخير لك، لكن دائما اذا كنت ابغى اخذ فانا باخذ الشيء اللي هو بالوسط، لا هي باعلى حاجة ولا هي باقل حاجة، مواصفات تقدر تقول انها ممتازة وفي امان الله.